حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. المجلس الانتقالي الجنوبي يقف أمام مجريات مستجدات حوار جدة. مضادات القوات الجنوبية تتصدى لطائرة استطلاع حوثية بشمال الضالع. شعبة الهندسة والألغام جهود كبيرة واجهت إنسانها الموت في سبيل الأمن والاستقرار. أهلا بكم. عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري الأسبوعي في العاصمة عدن للوقوف أمام مجريات ومستجدات الحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة. وأكدت هيئة الرئاسة على تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بالثوابت الوطنية وشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على ضرورة توجيه مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية نحو جبهة القتال ضد ميليشيات الحوثي. وأكدت الهيئة على تمسك المجلس الانتقالي بإدارة محافظات الجنوب المحررة ورفض محاولة جماعة حزب الإصلاح تعكير صفو الأمن والاستقرار في هذه المناطق. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة عدن موجهة إلى محطة كهرباء الحسوة بشأن التعاون مع شركة الفيصل لتسهيل عملية إخراج القطع التوربينية المتعلقة بالمحطة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال مصدر محلي أن المعدات الخاصة بالمحطة متواجدة في ميناء الزيت في العاصمة عدن منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مع مؤسسة كهرباء عدن بتحمل مسؤولية نقلها لكنها لم تلتزم بذلك. هذا واستغل الإعلام المعادي الوثيقة ضمن حملته لتشويه الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المناطق المحررة. تمكنت المضادات الأرضية للقوات المسلحة الجنوبية من التصدي لطائرة استطلاع حوثية مسيرة كانت تحلق في علو منخفض على مواقع عسكرية في جبهة حجر الجوب شمالي محافظة الضالع. وكانت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية قد ردت على قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية على بلدة الجوب شمال الشريط الحدودي بجبهة حجر شمالي الضالع. وحققت القوات الجنوبية انتصارات عديدة على ميليشيات الحوثي بجبهات شمال الضالع، حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمدن الاستراتيجية خلال الفترة الماضية. تفقد وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني والوفد المرافق له محطة الريان المركزية للتوليد بمعية المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس عبد الله حمران. وطلع الوزير خلال زيارة على صالة المولدات الكهربائية بالمحطة وغرفة التحكم وكذا الاطلاع على أقسام المحطة المختلفة، مستمعا إلى المشاكل التي تواجه سير العمل بالمحطة والتعرف على أدوات السلامة المهنية فيها، داعيا إلى مواصلة مضاعفة الجهود وتحسين الأداء والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات بشكل دوري. وفي سياق منفصل عقد وزير الكهرباء والطاقة اجتماع بمبنى الإدارة العامة لمؤسسة النفط اليمنية بساحل حضرموت. وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشكلات التي تواجه سير العمل بين مؤسسة الكهرباء وشركة النفط وتراكم المديونية، كما تم استعراض وبحث جملة من الحلول التي ستساهم في تحسين العمل المشترك بين شركة النفط ومؤسسة الكهرباء. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بن مكلا على الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في مديرية غيل بن يمين. وناقش الوكيل بن حبريش مع مدير مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرة المهندس عبد الرحيم حوري سير تنفيذ مشروع تحسين مدينة المكلا الممول من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنها استكمال تنفيذ مشروع مجاري منطقة الكودا بالمكلا بكلفة إجمالية بلغت 183,000 دولار، ويشمل على خطوط رئيسية وأخرى فرعية. وأشار حوري إلى أن مشروع شبكة المجاري في الكودا الذي أنجز خلال 5 أشهر يأتي ضمن مشروع تحسين مدينة المكلا الذي يتضمن تنفيذ 11 مشروعا في المدينة.
على الرغم من خطورة العمل الذي يقومون به، استطاعت وحدة الهندسة والألغام في المنطقة العسكرية الثانية بعد نحو 3 سنوات من التحرير من نزع وتفكيك الآلاف من المتفجرات والألغام. فريق كاميرا قناة المكلا رافقت فرق الهندسة ورصدت لنا التقرير التالي، نتابع. جهود كبيرة تبذلها الشعبة الهندسية بالمنطقة العسكرية الثانية والمتخصصة في نزع ومكافحة الألغام التي خلفها تنظيم القاعدة الإرهابي إبان سيطرته على ساحل المحافظة قبل 3 أعوام. كاميرا قناة المكلا المحلية رافقت ما تقوم به شعبة الهندسة في مكافحة الألغام ونزعها وتفجيرها، وتعرفت من رئيس شعبة الهندسة والألغام العميد صالح هيثم حول أدوار هذه الوحدة العسكرية، وكذا التعرف على الحقل التدريبي للتفجير وأنواع الألغام التي يتم التدريب عليها. كما رصدت كاميرا المكلا عملية تفجير مخلفات الألغام وتدميرها في مكانها، واطلعت على الصف الدراسي المجهز بمعدات حملات التوعية والدراسة حول المتفجرات والألغام لتأهيل الأفراد وكيفية التعامل مع المتفجرات والألغام والحذر منها والتبليغ عليها وكيفية التعامل معها. على الرغم من خطورة عملها، إلا أن عزيمة هؤلاء الجنود تهد الجبال وصنعت المستحيل، وواجه فرسانها الموت، منهم من ارتقى شهيدا أثناء قيامهم في تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعت العناصر الإرهابية في الكثير من مناطق حضرموت. الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة استطاعت هذه الشعبة بسواعد جنودها بتفكيكها والتغلب على التحديات التي واجهتهم بنجاح عظيم بدعم من قوات التحالف العربي في مناطق مختلفة من ساحل حضرموت المحررة، والتي كانت تهدد أمن واستقرار المحافظة وحياة الكثيرين من الأبرياء. حذر عضو غرفة الإرصاد الجوية بحضرموت المهندس محمد علي عبد الرحمن من إطلاق التحذيرات الغير صحيحة من الهواة وقليلي الخبرة بقدوم إعصار، والتي من شأنها أن تقلق المواطنين دون أي مبرر. وأكد عبد الرحمن أن تحديد اتجاه الحالة المدارية ليس بالبسيط، مشيرا إلى أن غرفة الإرصاد على متابعة مستمرة لأي تطورات، وستطلق حينها نشرات بصورة رسمية أكثر دقة في حينها. ونوه إلى ضرورة متابعة المصادر الموثوقة للنشرات الجوية والابتعاد عما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتسم حسب وصفه بالعشوائية. نفذ الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت النزول الميداني لمنطقة الغليلة بمدينة المكلا لدراسة الصلاحية الجيولوجية للمنطقة، حيث أخذ الفريق البيانات الحقلية وما بها من انتشار الخامات الصناعية من صخور صناعية وإنشائية وإسقاط المحاجر الحرفية التي تم منحها تراخيص بالمنطقة منذ عشرات السنين، وكذا بعدها وقربها من مواقع التخطيط لتلك المناطق. وأكد الفريق على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة المساحة الجيولوجية ومكتب وزارة الشؤون القانونية. هذا وسيقوم الفريق الجيولوجي بالرفع للجهات المعنية لاتخاذ القرارات الصحيحة والحفاظ على الثروات المعدنية المستدامة بالمحافظة. نظم صندوق دعم الشباب بحضرموت الدورة التدريبية حول إعداد دراسات الجدوى بمدينة المكلا برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت. وتستهدف الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام نحو 15 من العملاء المتقدمين لطلب التمويل من الصندوق. وأكدت المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذ سولاف الحنشي أن الدورة ترمي إلى تحقيق أهداف محددة تساعد العميل على صنع القرار الاستثماري الخاص بإنشاء المشروع. ويتعرف المشاركون خلال الدورة إلى مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة حول إعداد دراسات الجدوى، بينها التي تجرى لتحديد مدى صلاحية المشروع الاستثماري. عقد بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت لقاء ناقش السبل الكفيلة بإعادة تفعيل نشاط الفرق الكشفية بالأندية الرياضية. وخلال اللقاء أكد مدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي إلى الحاجة الماسة لتأهيل قادة الفرق بالأندية الرياضية من خلال إقامة دورات تعريفية بالنشاط الكشفي وتزويدهم بالمهارات الكشفية،
من جانبه أشار سكرتير مفوضية كشافة ساحل حضرموت القائد الكشفي أشرف فرحان أن مفوضية الكشافة تعمل حاليا وفق خطة شاملة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتفعيل النشاط الكشفي واستعادة الدور الريادي والتاريخي للحركة الكشفية في المحافظة. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المجلس الانتقالي الجنوبي يقف أمام مجريات ومستجدات حوار جدة. مضادات القوات الجنوبية تتصدى لطائرة استطلاع حوثية بشمال الضالع. شعبة الهندسة والألغام جهود كبيرة واجه سكانها الموت في سبيل الأمن والاستقرار. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة أخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.